السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم يوبي فيمينيزم اكثر تراك تكتب ليا هاكم عارفيني ديجا. الناس اللي ما شافوا حتى فيديو اخرى حتى من اخر واحد درت على يوبي ديال دون فلامينغو تبدل السيتاب كنت مروان كانوا بزاف ديال الحوايج حتى علاش كاين الروتار سو كيما قلت لكم انا اون جينيرال كيسكو جو في كندير تراك بما ان المعلومات ديالي محدودين على الراب الجزائري يوم باسو ما بغيتش نبقى نقول تحيه لخوتي الجزائريين نبدا نفرق ما بين حنا خوت كاملين سو فاش كندير رياكشن غنديرها على اساس انني كندير بحال كندير مغربي ولا كندير فهمتي ما كاينش نبقى كل مره ناكد الله راه كندير دابا جزائر نو بحال حنا خوت اللي قلبو صافي مرحبا به اللي قلبو صافي مجيتنا مرحبا به وحنا ان شاء الله باغيين لكم الخير باغيين الخير لخوتنا واللي باغينا الخير مرحبا به هذا ما كان باش بوغ ريزومي لا شوز مايناش بوغ ريفينير على هادشي اللي كنقولوا الخوت التراك ديال دون فلامينغو انا اون جينيرال كنقول لكم كتبوا لي لي نون كتبوا لي لي نون ديال التراك اللي بغيتو ندير ونشوف شنو اللي كاين بزاف كانوا جوج ديال لي كومونتير اللي طالعين كانت لا سويت ديال البيف من مورا دون فلامينغو كانت لا سويت الجواب ديال فوبيا نايس تراي ديال فوبيا وصراحه هو اللي كنت غادي ندير اي اون ميم طو كان فيمينيز مي قريت واحد الكومونتير قال لي عندك دير ما ديرش ولا اتونسيون دو فير لا رياكسيون على فوبيا باسكو الا ما حبش الرياكشن ولا الا ما عجباتوش غادي يلوح يضربك سترايك سو انا بغيت نسولكم كونفيرميو لي هاد القضيه اسكو سي ديجا ريفي اسكو سي فري هاد القضيه باسكو انا فوبيا جو لو ريسبكت من نهار دار فيتشرينغ مع الفرده جو لو كونيسي با فريمون افون من نهار دار فيتشرينغ مع الفرده وانا الفرده سي مون رابور بريفيري في المغرب سو نهار دار معاه وليت كنحتارمو جو كومونسي ا كونيتر فوبيا سون بوغ اوتون تصنت الموسيقى ديالو بزاف مي احترمتو جامي الكوبلي ديالو جامي با مال دو شوز اسكو هاد لابارتي فغي حيت كنت باغي نكمل البيف سو الله يرحم ليكم الوالدين كونفيرمي مو واش كاينه هادي باسكو ما بغيناش حنايا نطيحو فشي حاجه ديال السترايك ولا شي حاجه باسكو بنادم كيولي شادك من هذاك السترايك واللعيبات وغنوليو غنبداو نديرو واحد اللعب ماشي هو هذاك سو سي بوغ سا غنديرو اليوم فيمينيزم باسكو تاو تكتب بزاف يا في بوكو د لايك دوسو غنديرو فيمينيز ديال يوبي اي كونفيرمي موا كوم سا جو بو نعرفو واش نكملو في البيف الاخر ولا لا هضرت بزاف ياك كتهضر بزاف اخويا انا يعني كنعيا وداشاش كنعيا معاك وداشاش فيمينيزم تالاتة فيمينيزم ارنا اخويا شوف هنايا تبعية فكرية تناقض جنس كفر دراما تخلق تبرج غباء عبد تحرش حرية قانون طب 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 اوه سوايت خديب سي با اون شانسون ديال وو سي اون شانسون ديال ايكوت اند اندرستان واتس جوين اون ارمنا اخوي il va trancher un mal il va trancher parce que déjà regarde l'idée est parce que je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit le parce que beaucoup les qui trippent contre des noms le féminisme on défend ou même qui défendait ma wallo qui défendait l'ara dielo femme tu qu'il y a une farce mais bien tu défends une femme ou là tu défends tu qui veux je brise toujours dès que la femme il y a une grosse différence au début de dire oh ça va être du lourd après on dit qu'il va être réduit بلا مقدمات ديجا الفيمينيزم زبل فوق الحل ديجا المجتمع اهبل وعندي اعلام كحل قليل اللي درقي ما ننساه قليل فيهم اللي فحل نجيك من الاخر قولي متطرف ولا جهل قيمة للنساء واه المجتمعات ديالنا جوي كنت عند سينو غنبدا نهضر انا غندير
موضوع بوحده. من تقولوا المرأة ماشي ضعيفة، قيد بالله الراجل تولوا تقولوا المرأة ضعيفة، فهمونا كيفاش ولا منين جبتوها بالصيفة. Parce que c'est ça, il faut soit trancher, y a le mara d'aïfa ou le mara d'aïfa, parce que il a besoin de l'équilibre en même degré. Ah, et où les chas le mara dire des choses qui dérangent, le machi on est en même degré, j'ai le même droit, ou les trucs de force qui ou les non chas rage les dire. So Allah subhanahu wa ta'ala a créé le homme et كل واحد المميزات ديالو. الراجل عنده مميزات الجميلة اللي خلقهم الله و والمرأة عندها المميزات الجميلة. je parle pas du corps bien sûr نادمي نعربو ما كان je parle pas physiquement je parle de وما كاين ما حسن من الله الخالق ما يمكنش شي واحد غادي يكون فهمتي غيعرف حسن من الله سبحانه وتعالى. عندكم تناقضات ثقيله بزاف وحجه خفيفه، منا تقولوا المرأة ماشي سلعه تشترى بعد تعروها باش تولي سلعه يا ترى. احسن طريقه للبيع هي المرأة مالوغوزمون والعيالات ما كيفهموش هادشي، كيكذبوا عليهم بالحريه، كوني ليبر كوني ليبر. دابا لي بوبليسيتي فيهم العيالات، فيهم العيالات لي بانو بوبليسيتي وهذا والعرب باش تجر المراه، وكل ما تعرات المراه كل ما كتجر الراجل، باسكو الراجل عنده واحد الشهوه، وملي كيكونوا العيالات براسو الراجل كيخرج إل ديبونس سا ايد ليكونومي. اساس انا فين كيكون واحد التناقض مع شنو كيقولوا وشنو كيديروا. طاحوا يخسروا في بنات الناس، قول لي هل طرا نسبه الحاد كبيره لا حلال ولا حرام. كاين خدمات ما يقبلوش فيهم محجبات، عمركم ما حكيتوا عليهم بورطو هما ثاني نساء. ما يقبلوش المحجبات، ما عرفتش انا جيسبر كو هادشي ماشي في زعما كساسوا المغرب لالجيري ولا لي بي ميزولمون، جيسبر ما يكونش هاد القضيه هادي ديال فهمتي سي ساريف برا. je peux comprendre بلادهم يديروا اللي بغاو كسا سوا لوروب كندا بلادهم فهمتي ما كيتسموش بلد اسلامي، ولكن فعندنا بلدان ديالنا اسلاميين وما تقبلش مرا محجبه سان غون بروبليم. تحت الشعار حنا عريانات ومؤدبات، فرضوا الحجاب فن حريه يا مولات لسان. اوف نيريش غادي يوك باش غادي غيسطينا انا في التراك هذا. واو البارتي مهمة بزاف. باش كيقتلوك احنا انا ما دايرش حجاب مي راني جو سوي بيان فهمتي، الوغ كو حتى الحجاب سي ليبرتي سي اي لا شوازي دو لو ميتر فهمتي. يفو اكسبتي هما لا هما اللي داير الحجاب حيت ماشي بحالهم كتولي راها مضغوطة وهي راه عبد وهي، الوغ كو الحرية ديالها في هذاك الحجاب هي بغات بيان سور. ما كندوش على المرأة اللي مبززين عليها ولا شي حاجة، حتى حاجة ما كتكون بالسيف، حتى حاجة ما تكون بالعافية دير نو ما كندوي على كندوي على أي وحدة اختارت دير حرية شخصية، حرية ديالها كيما وحدة أخرى اختارت أنها تعرى، والله سبحانه وتعالى اللي اختارنا عطانا هاد الحرية ديال الاختيار، باش نهار غادي يسالي الامتحان ديالك وغطفى الشمعة ديك الساعة بينك وبينه هو اللي غادي يقول لك واش نجحتي ولا سقطتي. عمركم ما حكيتوا على المرأة المعوقة، فرطو هي فان امرأة ولا تحبوا النفقة. يهضروا على اللي بغاو باسكو ايل رابورت با دارجون، ايل رابورت با يهضروا على اللي بغاو اخويا. هذاك علاش اغلبكم مطلقات، نتوما ما ديروش عائلات، نتوما ديروا صفقات، ارواحي مضبوطه. سبحان الله كتلقاهم كاملات حيت كيكون فيهم واحد النفخه واحد الفهامه خاويه ويبغيو يجروا معاهم كاع العيالات، يبغيو يجروا معاهم كلشي. اي بيان سور جو بارل با جو جينيراليز با فهمتي، خاص الواحد تكون عندك تا بروبر ايدي ta propre perception de la chose. Ncha chouf analyser ou fahm ncha ma tkhalli ta wahed yjrbak ma tkhalli ta wahed yestahmrak. Natilk la realite entkom hudud lhaqi lihom li faut arreter ki des places farghin jiti stalite wana ntsa'el min jibtou had la mentalite kifach tqouli mujtama' dhukuri w iltizamat arrajl li kfar min iltizamatk huwa li dir ddar w yfout larmi bsif yasi hudud fi llil w yitmenna chwi mhiyatk fi mujtama' dhukuri lkhdma rahi ghir lnsa w arrajl qatlat lbatala kaa mashi afsad. وهذا حقيقة، يا أن بو بلوس دو فاسيليتي المرأة باش تخدم على راجل، سبيسيالمون في بيرو سكرتير توشيت، يا بلوس دو فاسيليتي، إي بيان سور حيت كاينين شي رجالة مسخين اللي كيبغي يشوف
مرا خدام حداه في بيرو سما يشوف راجل وما يشوفش كفاءه هو كيشوف غير الجسم ديالها ولات فيلي الراجل برا مي المرا غير نسا نحنا خاطينا دراما اختي علاش راكي متحمزه وتضلوا تقولوا عفايس ما يتقبلهمش العقل وما تفرقوش بين كلمه مساواه وكلمه عدل تخرجوا ضد قتل مساواه والعدل يا سي فري هادي تكونوا الشوا كاملين ديك لا فوتو ديال الفيسبوك اللي كيكونوا نورمالمون راجل كبير وبحال هكا وهذا بحال هكايا سو المساواه هي تعطيهم كاملين نفس الصندوق ملي غيطلعوا كيطلعوا يطلوا فهمتي راجل كبير ما محتاج كاع الصندوق سو كيشوف هذا الدري الصغير داك الصندوق ما نافعوش ولا اخر حتى سو هذه تساوينا بيناتهم ولكن العدل هو ان الدري الصغير خاصو جوج ديال الصنادق والاخر خاصو صندوق وراجل كبير ما خاط هذا هو العدل العدل الفرق ما بين العدل والمساواه ماشي ضد القتل الجنس غلب بالانسانيه فئه من الجهل وتزيدي تجي تقولي لي المراه ما تحتاجش الراجل ونسيتي باللي انت كنتي حيوان معنوي وكاين فرق بين خطاب الجهل والعقل الفيمينيزم مرض نفسي ما كاش لي داويه تكوني حره براسك ماشي حره بالفخار تنادوا بالانسانيه او ميم طون بالاجهاض تحضروا كيما جات وما تختاروش الالفاظ مع الاسف عالم ديال التناقض عالم التناقض وهذا الشيء اللي خايب ما خاصش التناقض الا كنت كندافع على شي حاجه ندافع عليها بجميع النواحي ماشي هنايا كتناس من دافع عليها ومنين تجي لهنا يا مال نو لا سباس فراي تحت الانقاض ارواحي مضموزه نعطيك لا رياليتي حدود اللي حكي لي اون بلوس هاد الهوك وهاد التهريسه اللي كيدير في الطراك جميله لقيتي بلايص فارغين جيتي ستاليتي وانا نتسائل من جبتو هاد لا مونطاليتي وما راحتش للجسد غير ما تجيش تعييني في الاداره ما ندخلش بشورت وانتي بالميني انت المهم ديري دراما غير ما تجيش تبكي لي ربي امرني نغض الباص الروما كلها تفتي لي ضيعت بنات الناس صاي مع زوال وطارت وباش ما ندويش على العيالات دو على غض البصر يس واش حنا خاصنا نغضوا البصر واخا هو غادي وكيصعب غض البصر ولكن كرجال فهمتي باش ما نبانوش كنهاجموا غير النساء ولا الفكر ولا هذا حتى حنا خاصنا بزاف الراجل ولا عنده واحد التفكير ذكوري خايب لواحد الدرجه اللي الله يحفظ غير الله يحفظ وصافي راه صعيب اسهل حاجه هي تلوح اللوم على الاخر سواء شخص اخر ولا الجنس الاخر ولكن اصعب حاجه هو تلوح اللوم على راسك وتبدا تصلح في راسك شحال من وحدة فيكم لعبتها فارض كبارت الغلطة دايما في الراجل ولا الغلطة في الكواغط يتحرش بيك ربات ومرأة ولا راني غالط قبل ما تفتحي نقاش سيدي تفتحي راسك مخك في الجنس حاصل وتحصليها في القاصل اختصبوا فكر المرأة قبل ما الجسد يغتصب هذا هو مفهوم المرأة في العصر المعاصر غريزة فيك تعجبي الراجل كوني راضية لو كان ما كاش رجال ما يكونش الماكياج ما كاش كيفاش العقل كون ما كانش راجل ما يكونش الماكياج زوينة القديمة ملي ما فكرت فيها بحال هكا واش زعما كون ما كانش راه كانوا العيالات بوحدهم غيتزينوا وغيحاولوا يديروا الجمال والله ما عرفتش مي اون توكا خاصنا نفهم خاص يفهم الميساج ديال الفيديو ديال التراك إلي با كونتخ لا فام إلي كونتخ لي فيمينيست ولا هذوك اللي كيتحجوا على انهم فيمينيست كيدافعوا على المراه ولكن هما في الاصل كيدافعوا على هما كيفاش باغيين يشوفوا المراه وكاين فرق كبير هذا هنا فين كاين واحد الفرق كبير خاص كل المراه عندها واحد عندها مميزات واري خاصها تحل دماغها ما يجرها حتى شي واحد سياسه القطيع فاش ما كانت ما خاصش تكون الله عطاك واحد العقل باش تشوف وتفكر وتاخذ داكشي الزوين وتحيد الخيب تقدر تربيها لي قضيه حبه تورث كيما انا تزيد تشرط في المارياج ماشي انت اللي توري لي كيفاش نعامل نسايا بناتي ومرتي ويما واختي حاجه غاليه او هاوما حنت مواتنا خاتاتنا بناتنا فهمتي القلب التعامل ديالك ولا غيبان معاهم راه تقد تمثل حتى انت تبقى تهضر ولكن التعامل ديالك يكون خايب معاهم هسا سي با بيان اذا بابك ما عرفش ربي ما تخلطيش معايا خاطرش بغلطه تجيك من عندي الضربه القاضيه مع روحك بالك تعرف السيره يهمني واش كاين في راسك ماشي واش كاين في الصاك وصاني خير وخلق الله بالنساء خيره يبقى سوء
يا الله يا الله هذه جميلة. راسك ماشي وش كاين في الصاك وصاني خير وخلق الله بالنساء خيرة. يبقى سؤال مطروح دي شكون اللي وصاك؟ عندنا الحال يكون مرمط ساير فيه بنساها واستيراد الفكر احنا دخلنا في متاهة. مرأة الجزائرية غير قولوا لي شكون عراها؟ فاطمة نسومر كانت زلة الكلب ما توشاها. سمحي لي هنايا تقدري روحك عندنا سيبا كول وش جاب حسيبة بنبوع للمون يا بن مانيش نقول لك كوني مريم باكول. Je reconnais pas les noms. جاب حسيبة بنبوع للمون يا بن مانيش نقول لك كوني مريم الباكول. تبعي ماذا سأقول إذا فهمتيني الحاصول؟ أرواحي مدموزل نعطيلك لا رياليتي. عندكم حدود الحكي ليهم لي فوطاغيتي. لقيتي بلايس فارغين جيتي ستاليتي وأنا نتسائل من جبتو هاد لا مونطاليتي. رضعتي مليح انتي من عند اليهود والنصارى. ليدي ديال هذاك البتي هوك اللي كيدير سي ميم با ان غوفران سي بلوس واحد اون روبرون لي اسبري اون ريسبير اون اتاك انكور. جرد فارغه في راسك رايك ما يهم. عمركم ما هضرتوا عن سلي في بيوت الدعاره بورتون كل يوم شحال من وحده راهي تتباع الحم. سطر لي فات نورمالمون نخلي لك كيسيون. عندكم المراه حره في لابروس تحم. هضرتوا عن سلي في بيوت الدعاره بورتون كل يوم شحال من وحده راهي تتباع الحم. سطر لي فات نورمالمون نخلي لك كيسيون. عندكم المراه حره في لابروستيتيسيون. حب يقول راكي تربي عاهرات في عوض تربي الناجيل يصنع لنا طائرات وحنايا من طيراز روحي تشكي سي جيرات مالغري ما تستاهلوهاش مي حكيت باحترام. ضربتو انسى وحنا عدزاير في الحراك دي بيرات خلاص اللعب لازم مالكم انقراض. في كلامي هضرت الصح والقضية هذه هي وروحي قراي على حروب الجنس النسوية. اليوم انا نقولك وش معلى بالك شنتية من توما جزء من مخططات الماسونية. تخمامكم جاي من امريكا الليبرالية اللي فيها اكبر نسبة تاع الخيانة الزوجية. مادامك جهلة ما تحكي لي على الراديكالية اللي حابة تخلي الامومة وتنحي الابوية. وش راكم لاح شوية هبلتوا على مرأة. واو 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 مالك اخويا ايوب ناري الى تو سورتي هذيك اللعيبه تاع با با لا ديغولي سو لو مود لو صات او مان واو 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 اي جادور لا كون يا اون شانسون سي سي مهم دي فوا جو مي ريبيت مي سي كون تو تي ريبيت سي كو تي فري فهمتي ملي كنقول شي حاجه وكنعاود نقولها سي سي فري ما كنصطناش داك افكاري كنقولهم وكنعاود نقولهم فاش كتجي المناسبه. الموسيقى الاصل ديالها هي باش نتمزكوا ولكن الا قدينا وسط الموسيقى نعالجوا موضوع ولا نصيفطوا دي بون ميساج لا جينيراسيون ولا نيمبورت كي ريسبكت ريسبكت وعالج الموضوع من جميع النواحي صراحه. ما تبقاوش خليهم يا خواتاتي ما تبقاوش خليهم يكذبوا عليكم فهمتي. الحريه ديالك راه ماشي في كيف ما بغاتها هي غنقولها ونعاودها. الحريه ديالك في القناعات الشخصيه ديالك. الله سبحانه وتعالى خلقك حره باش تعزلي ونهار القيامه كلشي غادي يتحاسب. طبيعه الحال الناس اللي مؤمنين بالله سبحانه وتعالى انا كندوي على من هذه الناحيه هذه. من الحريه ديالك هي انت اللي كتعزليها ماشي كيف ما داو هادو هذه الحريه صغندير بحالهم نو نو نو. واه كيس كي لا في او سوجي لا ديك اللعيبه انكادرمون جينيرال ريسبكت برو. نكون صريح شويه نخرج واش كاين في جيبي. عرفت فيمينيست ضد العنف ضد المراه. نهار اللي دخلنا في الساكس قالت لي نحب الكف بيبي اي اون سو اي 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 That was crazy. شحال خايبة هادي. أنا فيمينيست كدار كدافع على ضد العنف وضد هادي. أنا وصلنا للسيف تقول لي كيعجبني الكف. ضربني ضربني باش كنرتاح. فاك يو بي غي سطيني. أي جو نوبخو هاد البارت يسطاني. ضد العنف ضد المرأة. نهار اللي تقوية نخرج واش كاين في جيبي. عرفت فيمينيست ضد العنف ضد المرأة. نهار اللي دخلنا في الساكس قالت لي نحب الكف بيبي اي اون سو با بيبي بالاد دي علينا تي صالاد دي مالاد نتوما دي مالاد نتوما غي غلط اي فوالا راني فريتها معاكم دي علينا خراك المرة الجاية اللي تجي تنقشك بعث لها طراك. اوف محاضرة هذه هذا ماشي تراك هذا محاضرة هذه
Waouh, quelle leçon, putain man, that was fucking good. L'enregistrement t'habes, j'étais dans le truc, je sais même pas à quel niveau t'habes, ça c'était du lourd. So, les féminismes, les bhalakas, les andhoum ad l'mouchkila de dire je veux te rendre libre à ma manière, ils vont pas aimer ça. Mais c'est un message et comme une lumière pour les femmes. C'est une lumière pour les femmes. Vous êtes libre de choisir. Tu as un cerveau. Tu vois le bon, tu vois le mauvais. Après, نتي تعزلي ما تخليوش وحدين اخرين يعزلوا عليكم سو ليتيكات ديال الدين ولا ديال الفيمينيزم ولا دو كواك سو سوا نتا تعزل عندك قناعه باسكو نهار الحساب غيكون كل واحد بوحدو كل واحد غيتحاسب بوحدو هذا ما كان ريسبكت يو بي شكرا للناس اللي خلاو ليا التراك اي بيان سور دوني مو دوت شونسون بيتيتر دوت شونتور اي كونفيرمي مو بور فوبيا اسحاق قولوا لي واش بور كوتي كوبي رايت ولا شي حاجه انا الحمد لله ما عمرت كيكونوا لي كوبي رايت ما عمرو ما كان سترايك ولا شي حاجه سو اي مو جو ريسبكت فوبيا جو ريسبكت البي فور راب جيم سان غين افوار افيك لا بيرسون تربح تخسر هذا سي دي راب جيم فوك لا بيرسون سيباري هذا ما كان كان معكم خوكم الشات تهلاو ليا فراسكم اون سو فوا دون لا بروشين فيديو ادياس